تتواصل في مدينة عتق لليوم الثالث على التوالي فعاليات وانشطة أسبوع الطالب الجامعي الأول، والذي تنظمه رئاسة جامعة شبوة ونيابة شؤون الطلاب فيها، حيث دشنت يوم الأحد الماضي بافتتاح معرض علميا وتوعويا بكلية الطب والعلوم الصحية وسط تفاعل وحضور رسميا وأكاديميا كبيرين. تم بفضل من الله سبحانه وتعالى اليوم تدشين المعرض أو أسبوع الطالب الجامعي الأول لجامعة شبوة للعام الجامعي 23-24. هذا المعرض الذي يتضمن أنشطة مختلفة سواء كانت رياضية وثقافية وعلمية متنوعة. الهدف من المعرض هو خلق بيئة تعليمية جامعية إيجابية تسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي من خلال تنمية مهاراته وقدراته واكتشاف مواهبه، وأيضا خلق علاقات للتواصل وتنمية روح الإبداع والابتكار وتنمية روح الولاء للجامعة وللمحافظة الثانية. هذا الأسبوع بالتأكيد سيسهم في كما ذكرنا في تكوين شخصية الطالب، وسيعود بإذن الله بالنفع على الطالب وعلى الجامعة وعلى المحافظة بشكل عام. ونظم طلاب كليات الطب والتربية في عتق وبيحان والحاسوب وتقنية المعلومات معارض علمية متعددة في مجالات تخصصاتها اشتملت على إبداعات طلابها وطالباتها. نرحب بكم بمعرضنا العلمي المقام بمناسبة أسبوع الطالب الجامعي، هو الأول في تاريخ جامعة شبوة. طبعا هناك أول ما تدخل المعرض هناك عدة أقسام، هدفنا منه أن تعيك الناس حول هذه الأقسام. عند فيروس الكبد الوبائي، عند الأقسام الثانية القلب، قسم البيئة، وهي في عدة نصائح عن البيئة، وفي قسم الآي سي جي اللي هو عبارة عن الإنعاش القلبي. في عندنا هذا القسم اللي هو قسم الإسعافات الأولية، نقدم لهم خطوات بسيطة اللي هي تفرق في حياة الشخص من قسم الإسعافات الأولية. عندنا في أقسام ثانية مثلا زي قسم السرطان وقسم الكلى، كل هذه نقصد بها التوعية العامة أو كل من تم زوارنا حول أهمية هذه الأشياء وكيف يتبعوها عشان يحدون من الأمراض أو شيء. كلية النفط والمعادن هي الأخرى، وضمن هذه الفعاليات نظمت معرضا جيولوجيا اشتمل على إبراز عينات متعددة من أنواع الصخور والتربة والمعادن الثمينة التي تكترزها وتتنوع بها تضاريس المحافظة. بمناسبة أسبوع الطالب الجامعي أقيمت عدة أنشطة في كلية النفط والمعادن برعاية الدكتور توفيق بسردة رئيس جامعة شبوة. طبعا نحن في كليتنا هذا قمنا عدة معارض واستعرضنا عدة تجارب وأجهزة في التربة وفي الصخور، واستعرضنا عينات من المعادن الموجودة في محافظة شبوة وبعض الصخور كذلك. وعلى هامش فعالية أسبوع الطالب الجامعي الأول تقام أنشطة ثقافية ورياضية من أبرزها إقامة مباريات تنافسية بين طلاب كليات الجامعة. زبير عطية، اليمن اليوم، محافظة شبوة.